مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفات جميلة ومهارات جديدة ولكن بسيطة، وهتنفع الولاد وحاجات كتير قوي. ناخد كده أفكار بسيطة ونشتغلها مع بعض إن شاء الله تنول إعجابكم. طيب، عندنا أول حاجة هنبدأ نشتغلها هي لو عندي بواقي جلاش. نفترض إحنا عملنا حاجات كتير قوي بالجلاش قبل كده، وصفات حلوة، وعملنا كيكة الجلاش اللي قلنا بنكسر فيها الجلاش لو باقي عندي عملنا حلو. تعالوا بقى نعمل حادق النهاردة. لو عندي بواقي جلاش متكسر أو باقي عندي في الفريزر، ممكن أطلع منه وصفة كده لطيفة. هنقول مقاديرها مع بعض: صينية الجلاش أو الجلاش بالبواقي، عندي لفة جلاش متقطعة أو متكسرة، عندي سمن، عندي جبنة رومي أو جبنة شيدر، أي أنواع جبنة متوفرة في البيت. طبعا الموتزاريلا مهمة شوية عشان تدي القوام الحلو كده. عندي فلفل رومي، عندي زيتون، لو عندكم طماطم، عندكم أي خضروات عايزين تضيفوها براحتكم خالص. عندي للوش، عندي بيضة وكوباية لبن وملح وفلفل. أنا يعني هعمله زي المحشي، زي الجلاش العادي، بس مش بطبقات، متكسر كده عشوائي. وطبعا البيض واللبن ده هسقيه عشان يدي معايا شكل حلو كده ويبقى جميل في الطعم. طبعا الجلاش عموما لو انتوا عايزين تعملوه صينية باللحمة المفرومة، بالفراخ، تعملوه مثلا زي التركي اللي بيبقى زي الصوابع ده وبيتلف كذا طبقة جوه بعض، بيبقى ليه خليط حلو قوي بنعمله، احنا عملناه قبل كده، من الزبادي ومن السمن ومن الزبادي واللبن والسمن، وبندوبهم كده مع بعض، وبعدين بنبدأ ندهن منه الطبقات ويطلع كده مغرق وجميل. طيب خلينا أول حاجة، بصوا بقى، أنا هاخد كده إيه، بايركس ممكن يبقى ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهفتح هنا من الجبنة. طبعا بواقي الجبن لما تنشف، لقيتوا أن الجبن دي نشفت وإحنا مش عايزين. طبعا الجبنة الشيدر فيها دهون مشبعة وبتقلل الكوليسترول في الدم، بتقوي العظام، صحة الأسنان، البشرة، بتقوي المناعة. بس طبعا في الدايت ما بيفضلش نستخدم الأجبان الصفرة خالص، لكن بتبقى بنسبة بسيطة على قد نسبة الدهون اللي احنا محتاجين النهاردة ندخلها لينا أو نستخدمها، إنها مهمة برضو. طيب هحط بقى في البايركس ده مسحة واحدة بس بالراحة جدا من الزيت. هي الميزة بقى إن الوصفة دي ما فيهاش دهون كتير، تعتمد على الأجبان بس اللي موجودة والدهون اللي موجودة فيها، مفيش حاجة تاني أكتر من كده. بسم الله هعمل كده، تدخل الفرن. وصفة سهلة وسريعة. عايزين تعملوا الجلاش ده مثلا زي البيتزا وتحطوا له صوص بيتزا وتعملوه زي عجينة البيتزا أو زي حشو البيتزا، يبقى جميل برضو. طيب هاخد كده الجلاش متكسر، متكسر أي حاجة، حلو الكلام. وطبعا هاخد كده معلقة بسيطة بسيطة كده من السمنة، حاجة خفيفة قوي هتدي طعم لما أحط الإيه الأجبان والبيض واللبن يتخلطوا مع بعض. هاخد كده من الخليط ده شوية كده. الفلفل ده كمان جميل جدا جدا، عايزة أقول لكم بيعالج الجهاز العصبي، حلو للأنيميا، بيحفز الغدة الدرقية لما بيكون فيها كسل، بيحمي من الألزهايمر، بيحافظ على صحة الجنين والأم، بيساعد كمان في خسارة الوزن، بيستخدموه في الدايت كتير، وبيساعد على علاج اضطرابات المعدة، الناس اللي عندها عسر هضم، بيقوي الذاكرة، ليه فوائد كتير قوي. الفلفل الرومي ده جميل أخضر، بيحسن صحة القلب. بصوا أنا بحط حشو كده ما بين الطبقات، أنا مش عايزة أعمل حاجات خزعبلية يعني، بس عشان يبقى في كل طبقة فيها إيه، فيها شوية. هاخد كده حاجة بسيطة برضو، لوننا خالص، حط بقى شوية من الفلفل ده. وهاخد شوية زيتون، مش كتير، اللي عايز يحط تونة، عايز يحط بواقي فراخ مسلوقة عندكم، الزيتون مفيد. بصوا بقى كده شكلها عامل ازاي، هناخد كده شوية من الموتزاريلا، شايفين شكل عامل ازاي، حطيت طبقتين كده، شوية تحت وشوية بينهم الحشو، شوية جبنة موتزاريلا،
وصفات سهله وبسيطه وممكن تتعمل تحسوا كانكم تعبتوا فيها. عايزين بقى تحشوها من جوه، تخلوها على المنظر من بره وتتقطع وتتاكل مربعات كده ماشي، بس انا حطيت في الحشو من جوه شويه برده من ضمن الحاجات اللي احنا حطيناها. هناخد بقى من الجبنه التشيدر دي زي ما قلت لحضراتكم، الاجبان لما تنشف في الثلاجه ما تتاكلش. ما انا هسقي بقى من هنا وهتشوفوا بقى شكلها هيبقى عامل ازاي، كانها شبه البيتزا كده. ايوه زي وش البيتزا كده، بتبقى رائعه وفي ناس كتير قوي بتحب الشكل ده، تحبه جدا. شايفين؟ نشيل بقى الشيدر اللي باقيه دي، شيدر اول ما تنشف او جبنه رومي تنشف او جبنه موتزاريلا تبقى باقيه عندكم، شيلوا كل ده في الفريزر في اكياس. وها وقت الحشوات الحاجات السريعه دي للافطار بتبقى رائعه. عندكم بواقي لانشون، بواقي لحمه بارده، بواقي لحمه مسلوقه، بواقي صدر فرخه، اي حاجه انتوا عايزينها. ممكن نحط كمان من صوص البيتزا، عارفين الصوص البيتزا اللي بنعمله بالصوص الاحمر ده ينفع جدا. تعالوا بقى ناخد البيضايه الحلوه دي ورشه ملح وفلفل، وناخد بوله. حاضر. وناخد كده ايه، نوسع هنا كده. هاخد البيضه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط عليها رشه ملح ورشه فلفل، ونصب اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه كبيره. وهاخد شوكه، عايزين بقى نضيفوا شويه زعتر ماشي، نقلب كده البيضه مع اللبن. اللي عايز يضيف كريمه هتبقى اجمل واطعم، بس طبعا البيضه واللبن دول عبقريين. اللي عايز يحط شويه زبادي معاهم هيبقى اروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الفرن عندي شغال حراره 180. دي هتطلع كده وصفه جميله جدا. بسم الله. بصوا هنصب بقى شايفين ازاي، روعه. تسلموا حبايبي. تعالوا بقى ندخلها الفرن، نسيبها بقى ايه الحاجه دي تسيح وتستوي كده، مش هتاخد وقت كتير معانا. اهو شايفين ازاي، هتاخد لها حوالي ربع ساعه 12 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن اللي عند حضراتكم. لو مسخنينه 180 قبل بشويه بثلث ساعه ربع ساعه هيستوي ان شاء الله خلال 15 دقيقه. لو سخن قوي اكتر من 180 هيبقى في خلال 10 دقائق 12 دقيقه يطلع جميل جدا. طبعا الاجبان اتفقنا تتضرب في الكبه او تجرشوها وتحطوها في الفريزر في اكياس، تنفع في اي حشوات خاصه بحضراتكم، على وش لازانيا، نعمل بيها فطاير سريعه مش هتقول لا. فمش معنى انها جفت او نشفت ان احنا مش هينفع نستخدمها تاني، لا. لما بيتحط لها سوائل ولبن وكريمه وحاجات بتدخل في وسطيها مع انواع اجبان اخرى بتدي طعم وبتبقى حلوه وبتبقى ملتد وبتسيح وبتبقى جميله. دلوقتي بقى انا هبدا في وصفه تانية، لكن قبل ما ابدا فيها وصفه بسيطه بالبطاطس. ممكن اعمل منها صينيه كبيره، انا هطلع بايركس كبير بس هدي تشويحه للخضروات الحلوه مع البطاطس دي زي العجه كده بالبيض، بس هي مختلفه شويه. هسويها برده في الفرن. خلينا كده نستسمح حضراتكم في استراحة بسيطة، ونرجع بعد الاستراحة نعمل برضو من الوصفات السريعة اللي تنفع فطار أو عشاء. تعالوا نشوف هنعمل إيه بعد الاستراحة، في انتظار حضراتكم.